أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، برحب فيكم باسم الرب يسوع في برنامج ليكن نور. اليوم حلقة خاصة متميزة، اليوم رح نسمع لشهادة عابر كيف تغيرت حياته من الإسلام إلى المسيح. وخليني في البداية أقول لكل أحبائنا المشاهدين، وطبعا أنا عارف الأغلبية الساحقة من أحبائنا المسلمين، إن الغرض الرئيسي من الشهادة، عندما نقول الشهادة إحنا بنتكلم عن اختبار شخص تغيرت حياته بنعمة يسوع المسيح، تقابل معه شخصيا وغير حياته، هذه قدرة المسيح. لكن غرض الشهادة أو الاختبار هو العملة ذات الوجهان. الوجه الأول من ذات العملة هي لمجد الله، إنه الله يتمجد من خلال الاختبار، ما هياش استعراض عضلات ولا استعراض تفوق روحي أو اكتشاف، لكن بكل بساطة هو إعلان إنه أنا كنت خاطئ بغض النظر شو خلفيتك، مسلم، مسيحي، يهودي، بوذي، أنا كنت خاطئ وتغيرت حياتي بنعمة المسيح، وتغيرت بسبب ما عمله يسوع المسيح إذ افتدانا وغيرنا وأعطانا حياة أبدية. والوجه الآخر من ذات العملة هو أن نكرز، أن نبشر وأن نتكلم عن الآخرين، كما قالت المرأة السامرية: هلما أخبركم إنسان قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ وهذه الشهادة بتشوف كل شخص تقابل مع يسوع المسيح التعبير على أنه تابع للمسيح وتلميذ ليسوع المسيح، أنه يشهد ويتكلم عن يسوع المسيح. وهذا ما نسمعه ونشاهده اليوم بنعمة الرب. ابقوا معي أحبائي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير لأقدم ضيف الحلقة. أهلا أحبائنا المشاهدين، أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية، وأيضا تستطيع أن تشاهدنا بث مباشر على الفيسبوك لايف، على اليوتيوب وكل الوسائل التناقل الاجتماعي. بحب في هذه اللحظات أقدم ضيف لأول مرة على برنامج ليكن نور، اللي هو جزء من خدمة نور لجميع الأمم، القس علي بولس أو علي يوحنا بولس. وأنا بشكر رب من أجلك قسيس علي، أنا تعرفت عليك من خلال المكالمة وحبيتك من أول مكالمة. أهلا وسهلا قسيس علي، أنت معنا على الهواء. سلام المسيح معاك ومع جميع المستمعين إلينا وجميع العاملين على إخراج وبث هذا العمل لكي يستفيد منه كثير من إخواتي المسلمين، لأن أنا عشت حياتي كلها مسلم لسن 46، وكنت مسلم غير ملتزم ولكن متشدد، مسلم متشدد. فكل السنين ديت عشتها بعيد عن ربنا، إذا كان في الإسلام أو في المسيحية، عشت حياة الدنيا، الحياة بتاعت الدنيا، وشفت ما قاله إله الإسلام في الكتاب المقدس في القرآن،
وإزاي هو رسم الجنة، إزاي هو رسم الجنة في القرآن. وأنا في إيطاليا كان ربنا اداني حاجات كتير جدا من المال يعني، فأنا رحت بهذا المال وفتحت كلاب لأعمل لنفسي جنة الإسلام على الأرض، لأن جنة الإسلام الجميع يستطيعون أن يعملوها ما دام معهم أموال. ممكن تعمل لنفسك جنة على الأرض، وده اللي أنا كنت عامله، ودي العيشة اللي أنا كنت عايشها. في يوم من الأيام أنا منتظر كل يوم بعد الصيام يعني في وقت الفطار، كانوا بيجيبوا يعني مواضيع تلفزيونية بس يعني مثلا دينية. ففي اليوم دوت كان موجود الشيخ الشعراوي، وأنتم جميعا تعلمون من هو الشيخ الشعراوي، كان يعتبر من أهم الشيوخ اللي موجودين في مصر. والمذيع بيسأله لو الإنسان منا له حق، المسلم يعني له حق إنه يقرأ في كتب الديانات الأخرى. يا أسيس أزار، أنا بصيت لقيت الراجل اتنط من على الكرسي اللي هو فيه ويقول لا يمكن، إحنا عندنا في القرآن في كل شيء، إحنا مش محتاجين إن إحنا نقرأ في كتب حد تاني، كل اللي أنت عايز تعرفه موجود عندنا. فلما هو قال الكريان ده بالطريقة دي، خرج من بقه سهم اترشق في قلبي وجعلني أقوم من الكرسي اللي أنا فيه وأقول عليه استوبيدو، يعني متخلف، إنسان متخلف. لأن بالنسبة لي أنا فاهم إن أول آية نزلت في القرآن كانت اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربنا الأكرم. فهنا إزاي واحد بعد 1400 سنة يجي ويقول لي ما تقراش، يعني عايزني أكون متخلف. فبصراحة الشك ده ما نايمنيش طول الليل. وفي الصباح أنا رحت لواحد قبليها اتصلت بيه، قلت له لو كان من الممكن إن أنت تجيب لي الكتاب المقدس. فتاني يوم رحت له على المكتب بتاعه، هو دكتور الأسنان بتاعي، هو مسيحي بروتستانتي. فرحت له العيادة عنده بقول له جبت الكتاب، بيقول لي بصيت لقيته بيديني جزء صغير مكتوب عليه إنجيل القديس لوقا. فقلت له هو ده الكتاب المقدس؟ قال لي لا، ده جزء منه، اقرأ ولو حبيت أجيب لك منه تاني. بس انت عارف ان انت كمسلم مش المفروض انك انت تقرأ في الكتب المسيحية. قلت له يا دكتور ما تشغلش بالك، بس اديني الكتاب. فالدكتور اداني الكتاب وقال لي خلي بالك من نفسك. ايه خلي بالك من نفسك دي؟ الشعراوي يقول ما تقراش، والدكتور اللي بيديني الكتاب المقدس بيقول لي خلي بالك على نفسك، هو ايه في ايه بالظبط يعني في الكتاب ده؟ المهم خدت منه الكتاب وروحت على البيت وحطيت الكتاب على الترابيزة، وإيه في قلق جوايا، اقرأ أو ما تقرأش، اقرأ أو ما تقرأش. بس في حاجة جميلة جدا، إن حاسس إن في حاجة من جوايا بتقول لي افتح الكتاب، افتح الكتاب. أخدت الكتاب وفتحته وبدأت أقرأ. بصراحة من بداية الكتاب بتاع الإنجيل لوقا حسيت ان في عمليات نصب او احتيال من التعليم الإسلامية اللي احنا اتعلمناها وعشنا بيها. ليه بتقول هيك قسيس؟ لان القرآن بيقول لك ان المسيح هو عبارة عن نبي او رسول، وبيقول لك إن هو عمل صحيح معجزات، لكن هو مش ابن الله ولا هو القدوس،
لأن الكتاب المقدس في إنجيل القديس لوقا، ولما الملاك بيكلم العذراء مريم بيقول لها المولود منك يدعى ابن الله القدوس. نعم، اسم القدوس ده اسم الله، هو الملك القدوس كما نعرف من الإسلام. ومن هنا اتشديت جوه الكتاب المقدس بطريقة يعني زي ما يكون قص علي كان سفنجة ناشفة وحطيت السفنجة على المية، تبص تلاقي السفنجة بتشد المية ديت لحد ايه ما عايز تمتلئ ولكن لا تمتلئ. عندك حب لقراية اكتر واكتر واكتر. السيس علي، طبعا طبعا انا عاوز اقول ان اول مره انت على البرنامج، بس انت شخصيه، نعم. انت اول مره على البرنامج لكن انت شخصيه معروفه، يطلق عليك فيشرمان في المواقع التواصل الاجتماعي، نعم. في البال توك، وكنت على برامج اخرى، كنت مع الاب زكريا، وبعدين وانا وانت بنحكي بحكيت لي شيء انه اللي لمسك كمان في انجيل لوقا قصه الابن الضال. شو اللي جذبك لهذه القصه قسيس علي؟ اوكي، لما وصلت لقصه الابن الضال وبدات اقرا فيها واشوف المسيح ازاي بيرصد الكلام، يعني ما هو اي حد ممكن يتكلم لكن مش كل واحد يستطيع انه يقرا زي ما اتكلم الرب يسوع المسيح. فكان قلبي مليان باشياء استطاع الرب يسوع المسيح من هذه الوعظه بتاعت الابن الضال انه يخليني ابكي وابكي 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 لحد ما يعني لا استطيع ان انا اوقف نفسي عن العياط، ولكني ما بعيطش حزن، ده انا بعيط فرح، انا بعيط على محبه هذا الاب. لما بيتكلم عن الابنين والابن الصغير اللي هو خد الميراث بتاع ابوه وهو لسه عايش وسابه ومشي ودمر الفلوس زي ما انا كنت عامل في ايطاليا وفتحت كلبات وعملت حاجات ما ترضيش ربنا، هو قال خليني ارجع لوالدي بعد ما تعب وصرف فلوسه وبدا ياكل مع الخنازير. قال انا بعمل ايه هنا؟ ده الناس بيشتغلوا عندنا في المزرعه، ابويا بياكلهم ويشربهم ويكسيهم وكل حاجة أكتر مني أنا. فرجع لعقله وبيقول أنا راجع أقول لأبويا أنا غلطت فيك وفي السماء سامحني. لكن لما الأب شافه جاي من بعيد، الأب جري يقابل ابنه وياخده بالحضن ونادى على الناس اللي شغالين عنده يقول لهم هاتوا له كسوة جديدة ولبسوه، حطوا في رجليه جزمة جديدة، لبسوه، حط في ايديه خاتم، وقال لهم هاتوا العجل المسمى نذبحوه ونعمل فرح. فرح هو ده الفرح اللي أسعد قلبي. الأب اللي المفروض يكون غضبان بيعمل فرح أمين لابنه اللي عاش عيشة الناس مش عيشة ربنا. يعني الآب تكلم في لوقا 15 لأن ابن هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد فابتدأوا يفرحون. أمين. أسيس علي بعد إذنك أنا عاوز أسألك، أنت في البداية ذكرت عبارة وبعدني عم بفكر فيها. فضل. أنت قلت أنك أنت مسلم
غير ملتزم ولكن متشدد. هل تقصد بالعبارة زي ما احنا مثلا نقول في مسيحي، مسيحي اسمي، وفي مسيحي مؤمن فعلا واختبر المسيح، هل تقصد بهذا الشيء؟ نعم نعم أنا كنت مسلم مش ملازم ولكن متشدد. يعني إيه متشدد؟ أنا من عيلة في مصر اسمها عيلة الأشراف، وعيلة الأشراف ديت تعتبر من نسل الرسول محمد، يعني إحنا أحفاد الرسول محمد، وبنفتخر وكنا نفتخر بذلك، إن إحنا الناس لما بتصلي بتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فالناس لما بتصلي بتصلي لأبناء محمد اللي هو إحنا. فتخيل بقى ملايين بتقول الآية دي ليل ونهار في كل مكان. فأنا كنت بعيش بإني واثق إني أخش الجنة، لأن جدي بقى هو الشافع في النهاية. فكنت غير ملتزم، لأن الأعمال اللي أنا اشتغلت فيها أعمال كلها يعني غير مشرفة بالنسبة للدين، إذا كان المسيحي أو الإسلامي. فأنا كنت متعصب إزاي؟ يعني مثلا أي حد يقول كلمة غلط على الإسلام أنا ممكن أهبده بحاجة، أو يعني ممكن أذيه، حاجات زي كده. زي المسيحية الإسمية يعني، ممكن أيوة زي المسيحية الإسلامية، ممكن يدافع، ممكن يعمل أي شيء، لأنه خلاص أصبحت زي قومية بالنسبة له. مظبوط مظبوط. فأنا كانت هذه الحياة هي اللي أنا كنت عايشها. لكن بقراءتي للكتاب المقدس أنا أصبحت إنسان تاني. الكتاب المقدس غير حياتي كلها، لأني أصبحت كل يوم مناظرات في أشياء مختلفة عن التثليث، عن إذا كان المسيح هو الله الظاهر في الجسد، ولا كل المناظرات اللي بتخص الروح القدس واللي بتخص الإسلاميات وكل الحاجات دي أنا كنت ماشي فيها بطريقة يعني كل يوم. فأنا كنت قاعد بذاكر طول النهار علشان أحضر المناظرة، وأفتح كتب وترجم كتب وأعمل حاجات علشان المناظرة تطلع صح، لأني كنت ساعتها لسه مآمن بالمسيح، وما كانش عندي خبرات في الكتاب المقدس. ف أسيس علي اتفضل. أنا رح أسألك بعد شوي عن إيه اللي اكتشفته في هوية وشخصية المسيح، ولكن فعلا أنا معني جدا بحاول أصل للنقطة المحورية. يعني أيوه. إيه النقطة المحورية اللي غيرت حياتك؟ كنت مسلم، أيوه. قبلت المسيح. طبعا أنت ذكرت عن الشيخ الشعراوي أنه كان هو مسبب أنك تقرأ في إنجيل لوقا، واكتشفت من الإصحاح الأول والإعلان أنه المسيح هو القدوس ابن الله، وأنه الابن الضال يعني كانت بمثابة تغيير لحياتك، اكتشفت هذه المحبة. ولكن إيه يعني في نقطة أنت صممت، عملت تصميم أنك خلاص تترك الإسلام وتتبع يسوع المسيح، إيه هاي النقطة المحورية اللي خلتك تصل لهذه الدرجة مع أنها خطرة في بعض الأحيان؟ أوكي. لو المسلمين اللي مستمعين ليا يعرفوا اللي قالوا الرب يسوع المسيح في يوم من الأيام، وهو الرب يسوع المسيح قاعد مع التلاميذ، جاله واحد من الفريسيين اسمه نيقوديموس. لما راح نيقوديموس ده كان من علماء الفريسيين وكان في الهيكل، راح له بيقول له أنا عارف إن اللي أنت بتعمله ما يقدرش يعمله إنسان إلا إذا كان من عند الله. نعم. فالرب يسوع المسيح بيرد عليه بيقول له
إن لم تولد من جديد لا تدخل ملكوت الله. فنيقوديموس بيقول له يعني راجل كبير زي يخش بطن أمه تاني ويتولد؟ فالرب يسوع المسيح بيقول له إن لم تولد من الماء والروح لن ترى الملكوت السماوي. الولادة الجديدة دي يعني الرب يسوع المسيح اتكلم مع نيكوديموس فيها، دي خلتني اتغير. ليه؟ لان رسول الاسلام كان بيقول ان المولود بيتولد على الفطنه واهله يا اما بيهودوه يا اما بينصروه. ف هو مش فاهم هو بيقول ايه، لان التنصير بالنسبه لي اصبح الولادة الجديدة، المخلوق الجديد اللي ربنا بيخلقه عن طريق روح الله نفسه والنظافة عن طريق الماء. لكن الروح هو الروح القدس اللي أصبح ساكن فينا، بيعلمنا ويرشدنا ويورينا الحقيقة. وكل واحد مسلم، أنا بكلمكم النهاردة، لو لم تعرفوا كيف تصلوا إلى الحياة الأبدية الآن لن تعرفوها ابدا، لان الان السماء مفتوحه والرب يسوع المسيح مادد ايده ليكم بيقول لكم تعالوا تعالوا انا اريحكم. الرب يسوع عايزكم زي ما اختارني يختاركم انتوا كمان. الرب يسوع المسيح لما كان بيسال التلاميذ الناس بيقولوا عني ايه، فالناس التلاميذ بيقولوا عليك النبي، التلاميذ بيقولوا عليك يوحنا، التلاميذ بيقولوا عليك أشياء كتيرة. لكن الرب يسوع المسيح بيعمل نفس السؤال مرة تانية، بيقول له وأنتم ماذا تقولون عني؟ أنا ابن الإنسان. أيوه، فرد عليه الرسول بطرس بيقول له أنت هو المسيح ابن الله الحي. الرب يسوع بيقول له أنا لحما ودما لن يكشف لك ذلك، ولكن أبي الذي في السماوات. إذا الله بيكشف لنا عن نفسه عن طريق الروح القدس، ولكن باستقبال الروح القدس لابد أن تولد من جديد لتصبح إنسان نظيفا بدون خطية، لأن هذه الولادة بتحررك تماما من اولا الخطيه الاصليه اللي هي احنا بنتولد بيها وملناش ذنب فيها، لكن بنتولد فيها لان جسد اللي هو والدك وجدك وجدك لحد ما توصل لادم مولودين بالخطيه بسبب خطيه ادم. لكن في خطايا تاني كتير عملتها في حياتك، يعني كذبت، يعني اتجوزت 3 4، يعني عملت حاجات ما يرضاش ربنا. ف الرب دلوقتي بيقول لكم عن طريقي تعالوا تعالوا الي جميعا المتعبين اطلبوا تعطوا، انا هو نور العالم، انا هو الموت، انا هو الحياه ليس الموت. الرب يسوع المسيح يحيي الموتى. امين امين قسيس علي. فاذا النقطة المحورية اللي غيرت حياتك هو موضوع الولادة الجديدة أو الولادة الروحية، الولادة من فوق، وآمنت بيسوع وتغيرت حياتك. أمين. كيف بتعرف أنه تغيرت حياتك؟ طيب أنا أعرف أن أنا تغيرت حياتي وأصبحت مولود جديد بآمن بالرب يسوع المسيح. لا أحد يقول يا رب أو الرب يسوع المسيح إلا عن طريق الروح. نعم. فإذا كان الروح الرب فينا فإحنا بنعيش مش للجسد، إحنا بنعيش للروح، إحنا بنعيش مؤهلين إن إحنا نكون مشاركين الله في طبيعته الإلهية كما قال الرسول بطرس في رسالته الثانية أول عدد 4، يقول إن إحنا
يعني الرب يسوع المسيح جه وشاركنا في طبيعتنا الإنسانية، صرنا شركاء، صرنا شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. نعم بالشهوة. أمين. فالكلام دوت مفيش أي حد يسمعه ويقراه ويدرسه وما تتغيرش حياته. الكتاب المقدس ما هوش كتاب مجرد كتاب، الكتاب المقدس هو الطريق للحياة الأبدية من بدايته لآخره، هي قصة واحدة وهي قصة الخلاص. أمين أمين. فأنا من يوم ما أنا قابلت المسيح ودخلت هذه المناظرات مع جميع شيوخ المسلمين على البلطوق، هذه المناظرات جعلتني أعيش كتير مع الرب يسوع المسيح، لدرجة إن أنا بقول للرب يعني أنا ساعات بكون قاعد في مكان لكن مش موجود فيه، أنا سابح معاك يا رب، لأن الناس بتندى عليا وأنا مش سامعهم، يعني مش سامع حاجة، أنا عايش مع ربنا، بسبح معاه في السماء، بتعلم منه وهو بيعلمني، يعني أنا أصبحت في إيد الرب يسوع كعجينة وهو بيشكلها زي ما هو عايز، وأنا سايب للرب يسوع نفسي لكي أصل للمرحلة اللي هو وصلني ليها النهاردة. تخيل يا قس أزار، أنا كنت لا أتوقع أبداً أبداً في يوم من الأيام إني أكون بتكلم معاك في البرنامج بتاعك زي ما احنا بنعمل دلوقتي، ده كان شيء بعيد تماما عن انك تتمنى شيء، ولكن بامر ربنا انا النهارده موجود معاك وواثق ان ربنا هيستخدمني ويستخدمك لتوصيل كلماته ولمجده، واخوه كثيرين من المسلمين النهارده يعرفوا الرب يسوع يا رب. فانا اتفضل. كنت عاوز أقول بس إضافة لكلامك من حديثي معك، إنه أنت أخذت كمان خطوة جريئة، خطوة مهمة اللي هي خطوة المعمودية. ممكن تشاركنا عن هذه الخطوة؟ عنا على فكرة يمكن بعض الصور اللي أرسلتها إحنا ممكن نعم. كمان نشاركها على الشاشة. تفضل قسيس علي. ماشي. لما أنا لقيت إن عشان توصل للملكوت لابد أن تولد من جديد، فأنا قررت إن أنا أعمل العمل دوت. على فكرة مفيش حد علمني حاجة، مفيش حد بيزقني، مفيش حد بيعمل، لدرجة إن الناس كانوا بيقولوا لمراتي جوزك جاله خبلان أو اتجنن، أنا ولا خديه وديه لدكتور، ولا يعني عرضيه على دكتور نفسي أو حاجة زي كده، بس هم ما كانوش عارفين وما كانوش حاسين ان اللي بيعمل فيا كده هو ربنا، ربنا بيشكلني. انا رحت على كنيسة ارثوذكسية في المكان اللي انا عايش فيه دلوقتي، فاترعبوا مني وبقوا خايفين ان هم يتكلموا معايا، وكانوا يعني زي ما بتقول بيزقوني بره الكنيسة يعني. فانا خدت بعضي ورحت للكنيسة الكاثوليكية رومان كاثوليك تشيرش، وبكلم رحت كلمت القسيس وبقول له أنا قريت الكتاب المقدس والرب يسوع المسيح بيقول كذا وأنا عايز أقوم بهذا العمل. قال لي بس أنت عارف علشان تتعمد في الكنيسة الكاثوليكية لابد أنك أنت تخش كلاس اسمه يعني بتاخد فيه التعليم المسيحي، The Catechism of the Catholic Church. فقلت له أنا ما عنديش أي مانع يعني. قال لي بس السنة دي مش هنقدر لأن already الدراسة ابتدت من شهر 9 والكلام ده كان ساعة شهر 11. فقلت له يعني إيه؟ قال لي يعني ممكن أدرس معاك مرة في الأسبوع وبعد كده على السنة الجاية تتعمل.
انا قلت على السنه الجايه، يعني هنتظر سنه ونص علشان اتعمد. فقلت له خلاص، ما دام انت بتقول كده نعمل كده. وبعد كده في يوم من الايام وانا نايم، الرب يسوع المسيح والسيده العذراء مريم كما بنشوفهم في صورهم والايقونات بتاعتهم جايين لي في المنام على بساط زي بساط الريح، وجايين لي في المنام هما الاثنين وبيبشروني باني هتعمد السنه دي مش السنه اللي جايه. فانا كنت كل يوم جمعه بروح اقابل القسيس، ده كان يوم خميس. فيوم الجمعه انا رايح للقسيس وفي قلبي فرح وعايز اعرفه اني شفت المسيح وشفت العذراء وبيقولوا لي انك انت هتتعمد السنه دي. هاليلويا. خدت بعضي ورحت على الكنيسه، فالقسيس اول ما بيشوفني بيقول لي تعالى تعالى يا علي تعالى. فرحت بيقول في ايه؟ بيقول لي انا عايز اقول لك حاجه. قول يا قس. بيقول لي احنا اتفقنا في الكنيسه ان انت هتدرس يومين في الجمعه مش يوم واحد، كل يوم اربع وكل يوم جمعه. يوم الجمعه هتكون بتدرس معايا ويوم الاربع هتوصل مع الفصل اللي هم عشان يتعمدوا. قلت له اكيد انا اعمل اللي انت تقول لي عليه. فانا ما رضيتش اقول له بقى على الحلم اللي انا حلمته او الرؤيه اللي انا شفتها، لان خلاص الرؤيه اتحققت. اول ما انا وصلت الكنيسه القسيس خدني وقال لي الكلام دوت، فانا ما رضيتش اقول له انا عايز اقول له ايه، لان انا شفت ربنا حقق الرؤيه. ودي كانت من اجمل الحاجات. في حاجه تانية علشان بس الوقت ما يسرقناش، بعد كده اتعمدت طبعا وقابلت المسيح وعمدوني ايضا بالروح القدس في يوم الخمسين، واتهمت بالزيت لكي اقبل الروح القدس واصبح يعني اتعلم اتكلم بالسنه والصلاه بالسنه وكل هذه الاشياء الربانيه. بس في حاجه مهم، اتفضل يا قس. لا أنا يعني لا بشكر ربنا، عم بسمعك قسيس علي. تذكرت شيء كنا نحكي فيه وأنا تأثرت منه شخصيا. كنت بتشاركني بتقول إنه واحدة من المواقف اللي كمان أثرت على حياتك اللي هي والدتك اللي كانت مريضة بالسرطان في حالة صعبة. أنا مش عاوز أتكلم عنك، أنت اللي شاركنا. أيوة أنا كنت جاي في السكة يعني. أتفضل. أتفضل. أنا يمكن سبقتك شوية. لا 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 أنا كنت، هي دي اللي أنا كنت هتكلم فيها. أتفضل. فكويس إن أنت يعني معايا في الصورة. معاك. بعد ما اتعمدت وكده كانت بتجيلي تليفونات من مصر إن ماما مريضة وبيعملوا لها عمليات رهيبة والكانسر كلها يعني السرطان كلها خالص، وشالوا الصدر، وبعد ما شالوا الصدر السرطان رجع تاني في العظم، وبقت يعني في حالة سيئة جدا موجودة في المستشفى. فأنا بقول لإخواتي كل متصل أقول لهم ادوني ماما على التليفون، فماما تاخد التليفون وتكلمني، أنا بكلمها على المسيح وبقول لها يا ماما هو الدكتور الوحيد اللي ممكن يشفيكي أو يخلصك من الوجع دوت، يا ماما كذا يا ماما كذا. وماما بعد كده صليت معاها وقبلت المسيح، وكان اختبار رهيب جدا من ربنا ليا إن ماما قبلت الرب يسوع المسيح قبل ما تموت بأسبوع. واو. وبعد ما قبلت المسيح حصل شيء رهيب، ماما مش مستحملة الوجع والدواء ما بيأثرش فيها بأي حاجة، ونايمة في السرير بتجعر ويعني مش طايقة حياتها. فبقول لها يا ماما اقفلي عينيكي اقفلي عينيكي ودوري على النور.
هو ده البرنامج بتاع حضرتك. دوري عن النور يا ماما، اقفلي عينيكي ودوري عن النور. فماما سمعت الكلام وقفلت عينيها عشان تدور عن النور وتقول ابعدني يا رب عن الوجع دوت، انا تعبت منه، انا تعبت منه. وبتدور على الرب يسوع وعن النور، وبدأت ما تجعرش، وبدأت ما تعيطش، وكل حاجة ارتاحت ونامت في الليلة ديت مرتاحة جدا. وفي الصباح ماما فتحت عينيها، بصت لإخواتي وبصت لبابا وسلمت الروح لربنا. فهم عايزين يلقنوها الشهادة. انت عارف ان المسلم قبل ما تطلع روحه بيلقنوا الشهادة، قول أشهد أن لا إله إلا الله. فماما ما رديتش وقفلت عينيها وراحت مع المسيح. هاليلويا، مجدا للرب. الحديث معك السيس علي جدا شيق. احنا رح ناخذ فاصل قصير السيس علي، ولكن بعد الفاصل انا عاوز اسالك يعني ايه الاشياء اللي جذبك لهويه او لشخصيه يسوع المسيح، اذا فيك تشاركنا في بعض الامور اللي هي لمست حياتك. اخوتي واخواتي، سمعتوا الاختبار، والاختبار اكبر من هيك بكتير، لكن هو عم بيشاركه بشكل مختصر بسبب طبعا انه معانا بس فتره قصيره، لكن رح نستكمل حديثنا بعد هذا الفاصل. أهلا أعزائي مرة تانية، بتشاهدوا برنامج ليكن نور، والحديث مع القس علي يوحنا بولس، أو يطلق عليه فيشرمان في البالتوك في التواصل الاجتماعي. وشفنا كيف حياته اتغير وأخذ خطوة المعمودية، وهو حاليا بيتكلم وبيبشر عن يسوع المسيح. أهلا وسهلا قسيس علي. أنا رح أرجع للبداية، الشيء اللي أثر عليك شخصيا لما سمعت الشيخ شعراوي أنه مش عم بشجع الناس أنه تقرأ الكتاب المقدس. وهاي العبارة قسيس علي اللي بيشاهدونا طبعا بيعرفوا هذا الشيء، أنه دايما أقول أنه اقرأ الكتاب المقدس، عندما تقرأ حياتك رح تتغير. مش عملية سحرية ولا شيء، لكن في قوة الروح القدس، حضور الله فعلا بيلمس حياتك وبغيرك. مع أنه أنا مستغرب قسيس علي، يعني أنا لما أتكلم مع إخوتي وأحباء المسلمين، يعني ألم يقل القرآن إن كنت في شك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك؟ فأكيد أنت يعني عم تقرأ الكتاب المقدس وأجيت ليسوع المسيح.
هل هذا سبب لك نوع من المواجهة أو الاضطهاد بسبب إيمانك في يسوع المسيح؟ في الحقيقة تفضل قسيس علي. في الحقيقة بشكر ربنا إن أنا ما حصلش لي أي اضطهاد ولا أي أشياء شريرة لي لحد الآن، ما حدش يضمن. ربنا يحميك. لكن أنا كنت بدعو أهلي جميعا لقبول الرب يسوع المسيح، لكن بابا ما رضيش يقبل المسيح، وقبل ما يموت بأسبوع أنا كلمته، وبعدين هو قال لي أنا شايف الفيديوهات اللي أنت بتنزلها والحاجات اللي بتعملها، ودي حاجات عبط، بيقول لي إن دي حاجات عبط، يعني عبط يعني عليها. سخافة يعني قصدك؟ أيوة سخافة، يعني شيء مش المفروض إن أنا أعمله، يعني شيء مش المفروض إن أنا أعمله. وده بصراحة أنا قلت له بابا أنا يعني لازم أكلمك، دي ما يعني دي دعوة من ربنا ليك إن أنت تيجي للمسيح. جايز ربنا خلانا أتغرب كل السنين دي وألف البلاد بتاعت العالم وأتكلم أكتر من لغة لمجرد إن هو يقبلني علشان خاطر أنجيكم أنتوا معايا. لكن هل بابا يقبل؟ لا، بابا بقى راكبه دماغه إن هو من الأشراف، وراكبه دماغه إن هو كبير العيلة، وفي البلد بيعملوا المولد لجدي كل سنة، ويعني متمسك بموضوع العيلة بتاعة الأشراف دي، وهو كبيرهم ومسألة كده، يعني مش عارف أوصفها لكم إزاي. لكن أنا قلت له أنا هفضل أكلمك، لكن هو بعد كده توفى، وربنا يكون كلمه هو في ودانه وهو بيتوفى، وجايز يكون ابن المسيح، محدش يعرف، محدش يعرف، ربنا بس هو اللي يعرف. لكن بالنسبة لوالدتي قبلي، بالنسبة لإخواتي، إخواتي في البداية قبلوا وبدأوا يشتروا الكتاب المقدس وبدأوا يقروا فيه، وبعدين حصلت مشكلة فأزواجهم عرفوا وراحوا البابا وهيعملوا مشكلة وعايزين يطلقوهم وكلام من ده. فبابا قال لهم بقى بقول لكم إيه، اعملوا الشنط وأنا هاخدكم نعمل عمرة كلنا، وقام دافع تذاكر لكلهم، راجل ومراته، راجل ومراته، وخدهم معاه على السعودية وعملوا إيه؟ عملوا عمرة. ولما رجعوا من عمرة بابا قال لهم أنا مش عايز أسمع الكلام ده تاني، وانتهت على كده بالنسبة لي. أنا بصلي ربنا أنه هو يسمعني ويرسل الروح القدس لتغيير الشعب دوت زي ما غيرني. يعني هو ربنا اصطفاني ليه من بقية البشر؟ ربنا اختارني ليه؟ وبيختار ناس كتير زي ليه؟ وفي ناس كتير عايشين على الأرض ما عندهمش النعمة بتاعة ربنا. الناس لسه بيفكروا ان الحياة الدنيا هي انك انت تبني عمارات وتشتري سيارات وتفتح مزارع وتحمل أراضي وحاجات كتير، دنيا مليانة بأشياء، والناس متغيبين والشيطان قافل عينيهم وقافل قلوبهم. ويا رب أنا بصلي إن الناس دي تفتح قلوبهم ليك يا رب. أنا وأنا في إيطاليا لما البابا يوحنا بولس الثاني انتخبوه علشان يبقى هو البابا الجديد، فالبابا يوحنا طلع في البلكونة وبيقول افتحوا الباب، افتحوا الباب، بس ما وضحش موضوع افتحوا الباب ده ايه. فانا بصراحة كنت بسخر منه، ايه اول كلمة طلع يقولها في البلكونة افتحوا الباب؟
فالمهم لما انا اتعرفت على ربنا وخلصنا يسوع المسيح وعرفت كلمة افتحوا الباب دي ايه؟ لما الرب يسوع المسيح بيقول انا واقف على الباب واقرع على الباب، لو فتحت الباب خش واتعشى ايه؟ واتعشى معك. فالرب يسوع المسيح واقف ومستنينا احنا نفتح الباب. المفتاح معانا احنا عشان نفتح الباب. لو ما فتحتش الباب للمسيح مش هتشوف الحياة الأبدية. افتح باب قلبك للمسيح، خلي الرب المسيح يدخل جواك. الرب يسوع اتفضل كمان، يعني. الرب يسوع قال أنا هو الباب، أنا هو الباب. إن دخل بي أحد فيخلص، لا ولا وفعلا يخرج أبدا. الباب مفتوح. قسيس علي، يعني أنت أمنت بالمسيح، ودائما يعني منشوف هذا الإشكال والاختلاف بين المؤمنين المسيحيين والمسلمين. في مسيحيين اسميين بيعتنقوا الإسلام، وفي كتير يعني احنا نقول كتير من الإسلام، احنا بنتكلم على ملايين اللي آمنوا بالرب يسوع المسيح، ولكن بشعر انه في كتير أفكار مغلوطة من المسلمين عن المسيح. يعني مثلا احنا نتهم بأشياء احنا يعني بعيدين كل البعد عنها، فنحن لا نؤمن بالتناسل الجسد، انه الله لا سمح الله يعني اضطجع مع امرأة وولد ولد كما يقولون او يزعمون. احنا بنؤمن انه يسوع المسيح مات على الصليب. نحن نؤمن انه المسيح هو الله الظاهر في الجسد. نحن نؤمن انه الله اعلن عن ذاته بمثلث الاقانيم. فانت بما انك بتتحاور كتير مع المسلمين، ايه اللي ممكن توضح من خلال هاي الافكار؟ في افكار مغلوطة، مجرد يعني نهاجم باشياء احنا لا نؤمن به لكن نؤمن ما يعلم الكتاب المقدس. ايش ردك في هذا الموضوع؟ ردي هو بسيط جدا. لما الرب يسوع المسيح عمل السؤالين اللي اتكلم عنهم، اللي هو بيسأل التلاميذ الناس بيقولوا عني ايه وانتوا بتقولوا عني ايه، هنا الحل بتاع المشكلة. ان لما الرب يسوع المسيح قال له لن يعني مش دم ولحم اللي عرفك هذا الكلام ولكن ابي الذي في السماوات، يبقى الاب هو اللي بيجذب الناس، بيعني الاب هو اللي بيعرف الناس. فاحنا نصلي للاب ان هو يرسل الروح القدس على كل الناس ديت عشان يفهموا. المثلث التثليث في مسيحيين ما يعرفوش ايه هو التثليث، مش فاهمين الله الاب والله الابن والله الروح القدس، مش عارفين يستوعبوها صح. علشان كده في ناس كتير شباب اتولدوا مسيحيين لكن بيتركوا المسيحيه بسبب ان مش قادرين يفهموا المسيحيه، ما عندهمش اختبار مع المسيح نفسه. عشان ولادنا واولاد اخواننا المسيحيين يختبروا المسيح لابد ان يولد من جديد. يعني ايه لابد ان يولد من جديد؟ انتوا عمدتوا اولادكم وهم صغيرين وما عرفوش هم عملوا ايه او اتعمدوا لايه او معنى المعموديه ايه. فالمفروض لما يوصل لسن معين المفروض انه يعمل كومينيون، مش كومينيون وهو طفل صغير، كومينيون لما يبدا يفهم، يبدا يعرف الكتاب المقدس ويبدا اختباره مع المسيح رحله الحياه. لما أنا بتكلم عن الكتاب المقدس بقول إن الكتاب المقدس هو الخريطة الوحيدة التي من الممكن أن تاخدك إلى الحياة الأبدية، لأنه خريطة فيها خريطة الحياة. إخواتنا المسيحيين اللي بيلحدوا بتقف معاهم أشياء كتيرة،
بيقف معاهم الثالوث المقدس، بيقف معاهم ازاي ان الجسد بتاع المسيح والدم بتاع الرب يسوع المسيح، زي ما الرب كلم اليهود، الرب كلم اليهود وبيقول لهم ان لم تشرب دمي وتاكل جسدي، فقالوا ايه ده الراجل ده باين عليه يعني من اللي بياكلوا البشر او حاجه زي كده. لكن كل دي حاجات روحيه المفروض ان احنا نفهمها، والكلام ده مش هيحصل وانت طفل، وانت طفل صغير بتعمده، هو مش فاهم حاجه من الكلام اللي بقوله. لكن لما يكبر شويه المفروض ان احنا نأهله لكي يعيش مع المسيح، وده طبعا ما بيحصلش في اغلب العائلات يعني. انا أسيس علي، الحديث معك شيق جدا وأنا بشكر الله من أجلك. واحدة من الأشياء وإحنا بنتكلم فيها، وهذا بالنسبة لي كان اكتشاف، أنا ما كنتش أعرفك لكن أنت شجعتني كتير كتير، أنك أنت واحد من المشاهدين للبرامج اللي منقدمها، فأنا بشكر الله من أجل تشجيعك. إيه اللي يعني إيه اللي أنت استفدت أو تباركت فيه من خلال البرامج؟ البرنامج بتاع حضرتك برنامج فعلا جميل كتير، لانك انت انسان طيب، يعني انسان طيب في قلبك، وبتحب ان العالم يعرف مين هو المسيح. دي شيء من عند ربنا. وبعدين انا بشوف حماسك، واتفرجت على كل الشرائط اللي انت عملتها في فلسطين، وجميلة جدا جميلة جدا. أنا اللي أنا بكلمك دلوقتي ده شيء أنا معرفش إذا كنت أستاهله ولا لأ، لأنك بالنسبة لي يعني أنت هنا فوق وأنا تحت هنا، فأنا مش عارف يعني ربنا وصلني إن أنا أتكلم معاك وأتكلم على البرنامج بتاعك. ده شيء نعمة من ربنا وبركة من ربنا، لأن يعني أنا زي ما تقول في الوقت دوت أكني التلميذ وقاعد بيسمع عايز يتعلم منك حاجة، عايز يفهم منك حاجة. فده مش حضرتك، حضرتك من الناحية المسيحية يعني في ناس دكاترة كتير قوي قاعدين على التلفزيونات وبيشرحوا وبيتكلموا، لكن بيشرحوا وبيتكلموا بطريقة أكاديمية، بطريقة أكاديمية، فالمستمع بيمل منها ويقفل ويمشي. لكن لما حضرتك بتعمل برنامج انت بتتكلم زي ما بنتكلم مع بعض دلوقتي، بتحاول تعرفهم حقيقة مين هو المسيح وازاي ان المسيح هو نور العالم، حبيبي أسيس علي، ازاي هو خبز علي. الحياة. الرب يباركك يا أسيس علي. أنا الوقت عم بيجري، في قدامك دقيقتين ثلاثة أسيس علي، لو في هاي اللحظات في ناس اللي بيعرفوك بغض النظر في مصر أو في أي مكان آخر، سواء من عيلتك أو من أصدقائك أو حبايبك أو الناس اللي بيشاهدونا وبيسمعوك، عاوز توجه لهم رسالة في دقيقتين، إيه هي الرسالة اللي عاوز توجهها والنصيحة اللي عاوز تختم فيها لكل مشاهد عم بيشاهدنا؟ أنا بقول لكل مسلم ولكل مسيحي ترك المسيحية وألحد أو راح للإسلام، أنا بقول لهم إن الحقيقة موجودة مع المسيح. المسيح هو الطريق للحياة الأبدية. رب يسوع المسيح قال إنه هو الطريق والحق والحياة. كل مسلم يعرف إن الله هو الحق، وده اسم المسيح. الله هو الملك، والرب يسوع هو ملك الملوك ورب الأرباب. الرب يسوع هو نور العالم،
الرب يسوع عايزكم جميعا تخلصون وإلى معرفة الحق تدخلون. الرب يسوع المسيح عايزكم كلكم تخلصوا، مش شوية وشوية، لا انتوا تعرفوا حاجة، في حديث كنت بقراه امبارح، الحديث ده بيقول ايه؟ لما إله الإسلام يحب بني آدم بينده على جبريل يقول له أنا بحبه فلان، فجبريل يلف على كل الملوك اللي في السماء يقول لهم ربنا بيحب فلان، فتقوم مكتوبة له المحبة على الأرض. وبعدين لما ربنا بيبغض إنسان بينده على جبريل يقول له أنا ببغض فلان، يقوم جبريل رايح يلف في السماء ويقول للملائكة كلهم إن الله يبغض فلان. فتتكتب لهذا الإنسان البغضة على الأرض بدون أي سبب، لمجرد إن إله الإسلام بيبغضه. فأنا بقول لكم الرب قال في الكتاب المقدس هكذا أحب الله العالم حتى أنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن لا به، يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. آمين. فأنا عايز إخواتي المسلمين يقروا الكتاب المقدس بداية من إنجيل القديس لوقا، وشوفوا التناقضات اللي مكتوبة في الكتاب المقدس والقرآن. القرآن ملخبط، القرآن ما هو إلا لبن سمك تمر هندي، آية من هون وآية من هون ومتلزقين في بعض، ويقول لك ده القرآن هو معجزة الرسول محمد. قسيس علي اتفضل. احنا في أمامنا التواني، بس أنا حبيت في الختام أشكر رب من أجلك، وبشكرك على وقتك وعلى خدمتك وعلى رسالتك وعلى صوت الحق وكلماتك الجميلة وعلى محبتك لكل الناس، مسيحيين أمين. مسلمين بغض النظر. ربنا يباركك، ربنا يكافئك، وربنا يستخدمك، وكمان ربنا يحميك. وعلى فكرة بصلي الرب يحقق أمنية قلبك إن تشوف كل أسرتك تلاميذ للمسيح. ربنا يسمع منك. آمين. أمين يا رب. آمين أحبائي. طبعا الآية اللي ختم فيها القسيس علي إن الله بحبك، إرادته لا يريد أن يهلك أي إنسان بل أن يقبل الجميع إلى التوبة من خلال شخص المسيح. هو وعد من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. فشو رأيك اليوم فعلا تسأل هذا السؤال، أين هو مصيري؟ وبدعوك إنك تؤمن بيسوع وتسلم حياتك حتى تنال الحياة الأبدية.